بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المرحوم الشهيد نجم عبد الله العز النقشبندي استشهد يوم الخميس 28 آذار 2013 للميلاد إثر سقوط قذيفة على حي الشيخ ياسين، وهو من الذين قدموا أول أمس إلى دير الزور لرؤية بيتهم، رحمه الله وجعله في أعلى عليين، والحمد لله رب العالمين. تكبير الله.